إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، بمنطقة عين سبع الله يرحمه، الله يولي برحمة الله، رجل ضرب كلارك في هذه المنطقة هذه وداز لي على راسه وصفها لي. هذه المنطقة فين ضربوا الكلارك، هذا المكان هذا بالضبط، هذا المكان هذا بالضبط، هنا فين توفى السيد الله يرحمه الله يوليه برحمة الله. هذا هو مكان اللي السيد ضربوا كلارك وداز لي على راسه، هذا هو المكان. الغريب في الأمر أن الكلاركات هما مازالين محطوطين هنا يا. عمر كلاركات محطوطين هنا في عين المكان، ضربوا كلارك وداز لي على راسه، هذا هو الكلارك. بالنسبة للناس اللي كيتسألوا شنو هو الكلارك، هو هذا. يمكن بقي فيه الدم ديال السيد، يلا غسلوه، هو هذا، هذا هو الكلارك، هذا هو الكلارك اللي داز على السيد. هذا هو الكلارك اللي داز على السيد في هذه المنطقة، هذه منطقة عين سبع. فين ضربوا؟ هو ضربوا هنا في هذه البلاصة هذه. هو ضربوا هنا في هذا المكان في هذه البلاصة هذه بالضبط فين ضربوا، الله يوليه برحمة الله. يمكن ما شافوش فداز عليه والدقة جاته في الراس، الدقة جاته في الراس، الله يوليه برحمة الله والله يصبر الأسرة ديالو. إن لله وإن إليه راجعون، هذا هو المكان فين توفى السيد اللي داز لي على كلارك على راسه. إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. الناس اللي كانوا حاضرين شافوا البشاعة ديال المنظر، شافوا البشاعة ديال المنظر، كيف السيد داز ليه كلارك على راسه هنا في منطقة تاع عين سبع. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يرحمه الله يوسع عليه. ضيقة القبور، هذا هو الكلارك، نوريكم الكلارك، هو هذا. هذا هو الكلارك، كيوقع في منطقة عين سبع. إن لله وإن إليه راجعون. وإن إلى رجل يتوقع في منطقة عين سبع مدينة الدار البيضاء، مشاهدي قناة شوف تيفي. غادي نعاود نذكركم حنايا كنتواجدوا بمنطقة عين سبع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعازينا الحارة الأسرة ديال الفقيد السيد اللي داز ليه كلارك على راسو، السيد اللي داز ليه كلارك على راسو هنا بهذه المنطقة، هذه منطقة عين سبع. إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. تعازينا الحارة الأسرة ديال الفقيد الله يولي برحمة الله. كيف ما كتشوفوا معنا أحد الكلاركات من هادو داز على السيد هنايا بهذه المنطقة هذه بالضبط. ها هو خويا كلارك، هو هذا، هذا هو الكلارك. بالنسبة للناس اللي كيتسألوا شنو هو الكلارك، هو هذا، فيه الحجم كبير فيه الحجم صغير، هو هذا الكلارك.
لله وإن إلي راجعون، إن لله وإن إلي راجعون. الله يرحمه، الله يجعل متواه الجنة. ليزلي كلارك على راسو صراحة ماشي سهلة، فكيفاش غيتقبل الأسرة ديالو حجم هاد الواقعة هادي، الحجم فقدان ديال واحد من الأسرة ديالهم. فصراحة أنا كنتمنى ليهم الصبر الفقيد ديالهم، ماشي سهلة تفقد واحد من العائلة ديالك خارج مسخر راجع للمنزل حتى كيدوز عليه كلارك كيصفيها ليه. صراحة ماشي سهلة، داز عليه وصفها ليه كلاك هنا بمنطقة عين سبع مدينة الدار البيضاء. يعني هذا هو المكان فين داز عليه بالضبط، هو هذا هي البلاصة، هي البلاصة فين داز عليه بالضبط في التقاطع. واش هاد الكلاركات هادو او هاد الكلاكات هادو مسموح بهم انهم يدوروا في شوارع وسط المدينة؟ يعني هذا سؤال مطروح، سؤال مطروح هذا، واش هاد الكلاكات او هاد الكلاركات مسموح بهم انهم يدوزوا في الشارع ما بين السيارات؟ إن لله وإن إلي راجعون. هذه هي البلاصة، هي هذه فين محطوطة الدراجة النارية، هي هذه البلاصة. هذا هو المكان بالضبط برحمة الله، الله يواليه برحمة الله. اللهم مسكينه فسيح جناتك، بلاصة في عين سبع خويا، من ورا السونتر، من ورا السونتر ديال عين سبع قرب مصحة عين سبع. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يرحمه والله يصبر الأسرة ديالو. خويا الواسطة بقى الفوق، الواسطة بقى هنا الفوق. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يرحمه يا رب، الله يرحمه والله يوسع عليه. فعلا الموت واحد والأسباب تختلف، فإن الله وإن إلي راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. آخر كلمة مش الكرام نقول لكم الله يرحمه، ندعو ليه بالرحمة والمغفرة. مشاهدي قناة شوف تيفي، غادي نودعكم على منطقة كونفبت مباشرة آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.